ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. سيارة جديدة راح ندور عليها اليوم مثل العادة بأوتو فوكس مشاهدينا من أوتو ستارز وكلاء سوبرو بلبنان. سيارة كتير إليجانت كتير حلوة، سوبرو ليجاسي. مرة جديدة معنا ميسز أمل مارون فتال. كيفك أمل؟ هاي جورج، كيفك؟ يعني اليوم سيارة غير أنه كتير إليجانت، لونها كمان عطيها هيك طابع كلاسيكي حلو مع الشيب الرياضية. قد ما نحكي عن ليجاسي أكيد هتعرفينا أكتر عنا لهالسيارة الحلوة، بس في شغلة مهمة اليوم عم تحتفلوا بعيد سوبرو رقم 60. مظبوط، نحن اليوم عم نحتفل بعيد سوبارو 60. إلى سوبارو 60 سنة من العطاء، من الإبداع، من الشكل من المتميز، التكنولوجيا الحديثة، performance كمان من عالم راليات سابقا، ويعني اسم غني عن التعريف. مزبوط. بالعالم ابتدت أكيد من صناعة التيارات لصناعة السيارات. من هون نحن منشدد على الثبات والأمان، يعني أكيد واحد عم بيصنع تيارة كيف بدها تكون سيارته مصنعة؟ طبعا عم نشوف هالشيب السوبر حلوة للليجاسي. اثنين اكزوست بما انه صارت السيارة الى جنبنا من الناحية الخلفية، عنها اثنين اكزوست العريضين من ورا تعطينا لوك طابع رياضي اكثر. نحن الليجاسي نحن بنقول عنها سيارة سيدان فخمة، تتميز بالفخامة بهالشكل الحلو بهاللاينز الحلوين اللي بخلوها تكون راقية بعالم سوبارو. صحيح، جانت السيارة عريض جدا كمان، عم نشوف بشيب كثير حلوة. الكرام كمان تحت على كعب البواب مثل العاده، وعلى النوافذ على طرف النوافذ اشارات بالمرايه، المرايات اللي بينضبوا على الكهرباء كمان. عم نشوف اكيد من الناحيه الاماميه هالضوء المتميز بالليد لايت اللي تحت الفوج لايتس اكيد، والكرام يلي داير الفوج لايتس من الناحيه الاماميه، وعنا الجريل العريض الكرام مع لوجو سوبر العريض جدا والشيب الحلوه للازاز الامامي. فعلا سيارة ملفتة جدا جدا بناحية شكلها الخارجي، وبعرف في كتير اوبشنز بدنا ندور عليها معك من الداخل. رح نطلع انا وياك داخل السيارة وتخبرينا اكثر على الاوبشنز عن السوبر وليجاسي من الداخل. اما اختينا غزور هلا بالسوبر ليجاسي داخل كتير فخم مثل ما شكلها بيوحي على كل حال. رح تجيل الطاغية بالسيارة الحلو كتير، عنا هالبيانو بلاك لون السكرين العريض. مزبوط، خبرينا شو في عنا اوبشنز. هالتاتش هيك اللي فيها الخشب يلي بيخليك هيك بقلبها مرتاح، كلاس. صحيح. ترندي هيك بتخلي الواحد مرتاح بقلبها. يعني فولون كتير حلو، الشيب تبعه شيب رياضي كمان، ستيتشنج عريض موجود فيه. مزبوط، في كل متطلبات السائق، عندك البادل شيفترز، عندك الاس اي درايف سيستم، واكيد غيرهم التليفون البلوتوث، وكمان كل شيء بنشوفه عبر السكرين. وفي شغلة ملفتة عنا بزر واحد حد الالكترونيك باركينج بريك الموجود، فرجينا. مزبوط، يلي هو الكاميرا الأمامية اللي بتعطيك الوايد أنجل اللي على اليمين، وأكيد الرير كاميرا لما نكون حاطين الأريير. حلو كتير كمان بطريقة كتير واضحة عم نشوف الكاميرا. سيارة كتير فخمة من جوا، أنظمة كتير متطورة مثل ما كنا عم نحكي عنها، فتحة بالسقف كمان مزيد من الإنارة لداخل السيارة من جوا، والأهم من هيك مريحة جدا، خمس أشخاص مرتاحين. سيارة عائلية، سيارة لبزنس مان، لا إذا بدك كابلز، يعني بكل الاحتياجات فيك تستعمل. فيها تكون لألي كمان؟ أكيد فيها تكون لألي أكيد 100%. طيب نزلين على نحكي أكتر عن البرفورمانس، خبرينا أكتر عن محرك السيارة. صار وقت نحكي مع أمل عن performance سيارة سوبر وليجاسي الحلوة كتير، استعرضناها بالشكل الخارجي وبالداخل الفخم والأوبشنز الكتار اللي فيها. محركين أو محرك واحد؟ أول سؤال. بتتميز سوبر وليجاسي بمحركين أكيد، 2.5 لتر وال 3.6 لتر بوكسر أنجن. نعم أكيد، ومنا ندوي على شغلة كتير مهمة وأساسية بليجاسي اللي هو الإكزيكوتيف سيماتريك الاول ويل درايف اللي هو بي دي ان اي سوبارو بجميع اشكالها، انما بي سوبارو ليجاسي هو بيميزها انها اكزيكوتيف سيماتريك الاول ويل درايف سيدان كار.
هيدا شغلة مهمة على كل حال. مثل ما عم تقولي صار هالشيء موجود بدي ان اي السوبارو بكل محركاتها، الثبات بالقيادة هيدي أهم شغلة نضوي عليها. طيب من ناحية الأي بي اس، الإي بي دي بي اس ما في لزوم نذكر كمان موجودين مظبوط، وكمان لما كنا جوات السيارة شفنا الاس اي درايف. انما الاس اي درايف في عنا هو على ثلاث اشكال او ثلاثة مود، السبورت مود، الانتليجنت مود، واكيد السبورت شارب مود، يعني اللي بيخليها تعطي اداء واكيد تميز وسلاسه اكثر على الطرقات، يعني بيرفورمانس احلى، بيرفورمانس اقوى اكيد. اي سايت كمان، والاي سايت بدنا نضوي عليها كمان بالسوبارو ليجاسي اكيد، للسلام وللامانه ولتفادي الاصطدام واكيد الاكسيدام بالامان. من بعد هالمعلومات الكتيرة، خزان معلومات اسمع عليك يعني عن السوبارو، صار وقت نضوي اكثر على الديل، نعرف شو سعر السياره بالسوق اللبناني اليوم. كل هالمواصفات اللي شفناها للسيارة بالشكل الخارجي بالديزاين، السيارة مثل ما شفنا حلو كتير بالداخل، الاوبشنز كتار من المحرك ومن أنظمة المحرك العديدة، أما السعر بس مثل ما عرفنا اليوم في شغلة كتير كتير مهمة عم تضوى عليها بمناسبة 60 سنة لوجود سوبارو. مزبوط، قبل ما نحكي عن سعر السوبارو ليجاسي بدنا نحكي عن الأوفر المميز يلي مقدمته سوبارو بعيد ال 60، يلي هو الفري فول مينتننس لسنتين أو 50,000 كيلومتر لمدة محدودة ولكمية محدودة. نعم، بننصح الجميع يستفيدوا أكيد من هيدا الأوفر المميز بعيد سوبارو. سنتين فري مينتننس أو 50,000 كيلومتر، يعني شو بده واحد أحلى من هيك؟ بشتري السيارة اليوم وسنتين ما يحط ايده بجيبته ابدا، سيرفيس فور فري على سنتين كامل وشامل او 50,000 كيلومتر. طيب في عنا تست درايف على السيارة؟ مزبوط، التست درايف افيلبل بكل صالات العرض عنا اكيد، بالصيفي نهر الموت، بعقلين الشوف، جونيا، واوتوستراد الزلقة. شكرا على كل هالمعلومات امل. ستارتنج برايس بعد ما عرفنا برايس للسوبارو ليجاسي هو 29,900 دولار فقط اكيد دون تفئة وتجيب، كمان السعر منافس، وهالسعر نرجع بنقول بيتضمن الاوفر المهم اليوم، يعني 29,900 ستارتنج برايس بيتضمن الفري مينتننس على سنتين او 50,000 كيلومتر بمناسبه عيد سوبارو. واكيد بنذكر سوبارو ليجاسي هي سياره اول ويل درايف، وهالشيء مثل ما دائما بنقول بيعطي هالثبات الكبير على الطريق وخاصه على المنعطفات. بتشكرك امل مره جديده. ميرسي جورج، بنشوفكم بكره بحلقه جديده وسياره جديده. مشاهدينا الى اللقاء. ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.